أولا ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية، الحكومة اليوم صادقت على مجموعة مشاريع قوانين تقوم على ثلاث مبادئ. أولا إنقاذ نظام المعاشات المدنية المرتبط بالمتقاعدين، الوظيفة العمومية أو بعض المؤسسات العامة، إنقاذه لأن العجز بدأ، وإذا لم يكن هنالك أي إصلاح سنكون في وضعية عدم القدرة على أداء المعاشات كاملة في سنة 2022، وذلك لحوالي 400 ألف متقاعد. إذا نحن إزاء واحد الإصلاح، نعم صعب، في إجراءات ليست بالسهلة، لأنه سيقع الرفع التدريجي من سن التقاعد كل سنة بدءا من 2017 بسنة حتى نصل لسن 63 سنة. هذا الإصلاح يتضمن كما قلت إنقاذ لنظام المعاشات المدنية، يتضمن ثانيا الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل تدريجيا إلى 1500 درهم، أي زيادة 50%، وستشمل حوالي 60 ألف متقاعد. وثالثا توسيع التغطية والحماية الاجتماعية لحوالي 30% من المغاربة. إذن برنامج من الإصلاحات. هذا البرنامج انطلق منذ بداية 2013، كانت هنالك عمليات، كانت حوارات مع النقابات، آخرها كان لقاءات التي انعقدت في يونيو 2015، وقبلها كانت هنالك سلسلة من المحطات، من بينها أن الحكومة لجأت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقدمت إليه مشاريع القوانين من أجل أن يبدي رأيه فيها في سنة 2014. وضمن المجلس هنالك النقابات، بعضها صوت مع، إحدى النقابات صوتت مع، والبعض الآخر امتنع. نحن موقف النقابات هي حرة، تتخذ قراراتها بكل استقلالية وتمارس مواقفها في إطار القانون، والحكومة أيضا مسؤولة تتخذ القرارات التي تمليها عليها المصلحة. نحن هذا القرار منذ البداية أعلننا عن أن هذا الإصلاح لا بديل عنه، وأننا سنعمل على تنزيله بعد استنفاد كل المحطات الاستشارية والحوارية. إذن هذا واحد المسار، وأعتقد المغرب اليوم كان في لحظة تاريخية، لأننا أنقذنا نظام المعاشات المدنية قبل أن تستفحل أزمته. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارتاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، وإلا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.